ريم شيخ الممثلة الهندية التي خطفت قلوب المشاهدين لمسلسل الهندي لأجلك مهما كان، طلب العديد منكم بمعلومات تفصيلية حول هذه الممثلة المتميزة. في هذا الموضوع سوف نشارك معكم جميع المعلومات الممكنة عن هذه الممثلة الجميلة، بطاقة شخصية ومعلومات خاصة عن ريم شيخ. اسمها بالكامل ريم سمير شيخ، لقبها ريم، جنسيتها هندية ولكن أصلها من دولة عربية تسمى عمان. مهنتها ممثلة. تاريخ ميلاد ريم شيخ 8 سبتمبر 2002، أي أن عمرها الحالي في سنة 2022 هو 20 سنة. برج الفلكي ريم شيخ العذراء. مكان ميلادها، ولدت في مدينة مومباي بالهند. ديانة ريم شيخ مسلمة أبا عن جد. أب ريم شيخ سمير شيخ رجل أعمال له شركة طباعة صحف. أم ريم شيخ شيطال شيخ ربة منزل. حالتها الاجتماعية غير متزوجة. أكملت تعليمها المدرسي من مدرسة جيكاندرا لوخاندولا بمومباي. مستواها الدراسي لم يتجاوز المدرسة الثانوية. مواصفاتها الجسدية: الوزن 50 كيلوغرام، الطول 157 سنتيم، لون الشعر بني غامق، لون العيون أسود غامق، لون البشرة بني فاتح. هوايتها والأشياء التي تحبها ريم شيخ: السفر والتصوير والتسوق والرقص وركوب الدراجات والسباحة. لونها المفضل الأسود. الطعام المفضل دجاج البرياني. الممثلون المفضلون: سيندهارت نيغام، سلمان خان. الممثلات المفضلات: كالتينا كيف، علياء باهات، جينيفر وينجت. إنمي المفضل: فتيات القوة. وجهة السفر المفضلة: لندن. راتبها تقريبا للحلقة الواحدة 30,000 دولار. صافي طروة ريم غير معروفة. بعض الحقائق عن ريم شيخ: تنتمي إلى عمان لأسرة مسلمة. انتقلت عائلتها للعيش في مومباي بسبب عمل والدها، وقرروا العيش بشكل دائم في الهند. قامت بأكثر من 120 إعلان تلفزيوني منتجات مختلفة مثل ماجي وماكدونالدز وكلينيك بلس. ريم شيخ معجبة بالممثلة التلفزيونية جينيفر وينجت. تقول ريم: أنا معجبة كثيرا بجينيفر وينجت. أنا ببساطة أعشق الطريقة التي تقدم بها نفسها، إنها راقية ولطيفة في نفس الوقت. حصلت على أول راتب لها في سن 6 من خلال إجراء جلسة تصويرية لكتالوج. كانت أرباحها الأولى 300 روبية. تستمر ريم في ظهور كضيفة شرف في برنامج كوميدي خطوة خطرة. عملت مع نجوم تلفزيون مشهورين مثل بلافي سوبهاش، زالاكي ديزاي، وهينا خان، وأولكا غوبتا. حياتها المهنية: مسيرتها الفنية توجت ب 10 مسلسلات هندية ناجحة، حيث بدأت مشوارها الفني سنة 2010 كممثلة طفلة في سن 6 سنوات، حيث لعبت دور البطولة في مسلسل هندي تاريخي نير بيهير تيرناينا ديفي. قصة هذا المسلسل الهندي: تدور أحداث المسلسل حول فتاة صغيرة اسمها لاكشمي، والتي تجسد دور آلهة، فهي تجلب الحظ السعيد لقريتها. ولدت لاكشمي لعائلة فقيرة جدا للغاية في قرية تعاني من الجفاف وتحتاج إلى المطر بشدة. والدها يقرر التخلي عنها في معبد القرية بسبب عدم قدرتها على إطعامها. وفي تلك اللحظة بالذات سقطت الأمطار على القرية وانتهى الجفاف الذي كان مستمر منذ 3 سنوات في القرية. ف
فظن الجميع أن لاكشمي هي سبب هذا الحظ الجميل، وإنها ستكون وريثة الآلهة في الأرض، فتحصل على رعاية خاصة واهتمام من أهل القرية. ولكن لاكشمي هي فقط طفلة صغيرة تحتاج إلى حب، وتريد أن تعيش حياة طبيعية مثل الأطفال الصغار. المسلسل تتمحور قصته حول استغلالها من طرف أهل القرية المؤمنين بالخرافات. في عام 2012 لعبت دور ميغا شارما الطفلة الصغيرة في مسلسل عني ميهاجي إير صاحب، عرض على قناة إيماجين تي في. تحدث المسلسل عن علاقة بين الأحفاد وأجدادهم، بدأ في 6 فبراير 2012 وانتهى في 12 أبريل 2012 بسبب إغلاق لقناة إيماجين تي في. في نفس السنة جسدت دور شابة تشيكي في مسلسل الهندي الشهير ماذا أسمي هذه العلاقة، بدأ عرضه في عام 2009، عدد مواسم مسلسل 62 موسما، وعدد حلقاته 2465 حلقة. في سنة 2013 لعبت دور ريم جيهيم باهاتنا غار في مسلسل هندي نابول تيم نايم كيش هاكا الجزء الثاني. في نفس السنة جسدت دور خوشبو في مسلسل هندي خالتي هيزندجي بجانب البطلة الهندية هيلي شاه. في عام 2015 شاركت في مسلسل هندي شاكر أفانتي أشوكا سمرات بدور ثانوي. في سنة 2016 جسدت دور ميشري راتي في مسلسل هندي ديا إير باتي هوب. في سنة 2017 جسدت دور ثانوي فاندي فيتش في مسلسل هندي تاريخي. في عام 2018 اشتهرت في مسلسل هندي تجمعنا علاقة بدور كاريان إيراني. تدور أحداث المسلسل حول فتاة صغيرة اسمها كارياني تفتقد والدتها. القصة تتمحور حول علاقة قوية التي ستجمع كارياني مع زوجة والدها. في عام 2022 جسدت دور البطولة بجانب ممثل الهندي زين إمام في المسلسل الهندي لأجلك مهما كان، حيث حصلت على دور باكي الفتاة الطيبة والمرحة والتي يقع في حبها الشاب الغني المهووس بها لدرجة الجنون. المسلسل ذو نوعية درامية رومانسية. أفلام ريم شيخ لعبت في 3 أفلام هندية خلال مسيرتها المهنية. في عام 2016 جسدت دور طفلة في فيلم الهندي الوزير بطولة أميتاب باتشان. في عام 2020 حصلت على أول دور بطولة في فيلم يسمى جول ماكاي، حيث جسدت دور مالا يوسفزاي، حيث أن الفيلم قصة حقيقية لقصة نجاح ونضال لناشطة باكستانية تقوم بتعليم المجاني للإناث، تعتبر أصغر شخصية حاصلة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2014. في عام 2021 جسدت دور ثانوي في فيلم هندي الثلاثاء والجمعة. أعمال ريم شيخ الموسيقي لها 11 عمل موسيقي منذ بداية 2019 حتى سنة 2022، وهي كالتوالي: جوائزها وترشيحات ريم شيخ حصلت على جائزة المواهب الجديدة لعام 2010 عن نير بها دي في تير نايمي، حصلت سنة 2019 على جائزة ذهبية 12 من نوع الأول الظهور لدولة بطولة عن مسلسل كالياني، جوائز جولدال بيتال لمعظم الشخصيات. مواقع التواصل الاجتماعي لريم شيخ: انستغرام ريم شيخ 4.8 مليون متابع، فيسبوك ريم شيخ 1.4 مليون متابع، يوتيوب ريم شيخ 20,000 متابع. أخبروني في التعاليق هل تحبون هذه الممثلة الهندية وما رأيكم في تمثيلها؟
انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.